السلام عليكم. احنا نادي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه السي ان دي اش اللي كيتواجد في قلب المدرسه الوطنيه العليا للمعلومات تحليل النظم في الرباط. هاد الطريق هي اللي كتزيد من العزله ديال المنطقه، حيت كما كتشوف هاد الطريق صعيب ان شي طوموبيل اللي تحرك فيها زعما كما كتحرك في طريق عاديه. هاد الشيء اللي كيخلي هاد المنطقه معزوله وصعيب الحركه تكون فيها، وكتخلي هاد الناس حاصلين هنايا. حنا هاد الدوار هادي تبع تلسين اقليم فيكي، ولكن راه ما عندنا اللي يهضر علينا ما كان والو. خصنا هنا، خصنا المدرسة الدراري، خصنا المال الكتيبة، خص لينا حنا راسنا. راه ما عندنا شي اللي يهضر علينا ولا شي اللي يجيب لينا شي، غير اللي جبنا من جيوبنا ولا شي محسنين. وراه ما حنا حافظ الله خصنا حتى اللي تقرض هنا راه ما كان السبيطار لا والو. راه تقرضت انا من رجليا راه ما كان اللي يدير لي شي حاجه، راه حنا عند الله وصافي.